الله 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 الله. التبسم في وجه أخيك صدقة، والنبي عليه السلام قبل كده بيقول الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فبمجرد فقط ان انت تخلي بقك جنب ودانك، يعني تتبسم في وش اخيك، قال ده هيتحسب لك عند الله سبحانه وتعالى صدقة. في ناس كشرية تملي متجهمة كده ومكشرة ومش راضية تبتسم، ولكن التبسم في وجه أخيك صدقة. والنبي بيقول ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني وشك كده مبسوط إن أنت شفته، مش يبقى نكد إنك أنت شفته، لا ده أنت مبسوط إن أنت شفته.